أن مصر هي مهد الكيانات والعلوم، وقد قامت حضارة على ضفاف النيل سبقت العالم كله في العمارة والطب، وأفضل أيضا في القيم الإنسانية. وكان فيها مدرسة إسكندرية أشهر المدارس في العصر اليوناني والعصر القبطي. ورغم تعدد الآلهة والديانات في عصور الفراعنة، فإننا لم نشاهد حروبا دينية واختلافات عنيفة بين أصحابها. ولأن الفترات التي تعقب الثورات والحروب في أي مكان في العالم يصاحبها اضطرابات وتجاوزات، فإننا نعاني اليوم من انتشار ظاهرة العنف بكل أنواعه، اللفظي والنفسي والجسدي، حتى إلى قتل الأبرياء. ونشاهد هذا في المجتمع وفي البيوت وفي الحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك أرى أننا من أجل أن نحل مشاكل عدم احترام الآخر وقبول التناقض والحوار البناء، أقدم 3 محاور. المحور الأول والهام جدا التعليم، وأقصد به التعليم الجيد الذي يهدف إلى بناء الشخصية السوية التي تعي المسؤولية المجتمعية والمواطنة والتعايش والمساواة بين الجميع. مناهج التعليم الجيدة هي التي تغير المجتمع عن طريق العقول السائدة فيه وتثقيفها وتهذيبها. العقول المبنية بالتعليم الصحيح هي قادة المجتمع أو قاطرة المجتمع التي تقدم المجتمع إلى الأمام. أرى اليوم أن التعليم المبني على التلقين والاهتمام بالكم ومشاكل أماكن الدراسة والامتحانات والدروس الخصوصية تلقي فكرة بناء العقل عن طريق الحوارات والبحث والمعامل والأنشطة الرقيقة التي تبني النفس كالموسيقى والرسم والرياضة وغيرها.